هسه بالتحديد لا ينبغي أن يحكم على واقع الكهرباء من واقع منطقة واحدة، لكن نحن نتكلم اليوم عن الكسرة. اليوم عن الكسرة، الكسرة اليوم تشهد افتتاح قبل فترة ليست بالبعيدة، عفوا صح حمزة حياكم الله. طبعا نتكلم عن واقع الحال بمنطقة الكسرة، قبل فترة واكبت قناة العراقية افتتاح محطة العظمية 132، هذه المحطة الجديدة التي ادخلت للعمل، وهي عبارة عن 6 خطوط رئيسية، مضاف الى ذلك ستتضمن مغذيات 33 ومن ثم مغذيات 11 ستكون معنية بمنطقة الكسرة، منطقة حي تونس، منطقة افاق عربية، منطقة صليخ، هذا من شأن ان يفك الاختناقات بهذه المناطق. بالتأكيد اليوم شبكات التوزيع عليها حمل زيادة، عليها مناطق عشوائية وزراعية تفسخ باحمال اضافية، عليها زيادة طلب على الاستهلاك، موازنة ماكو تجعلنا نعمل بتقنين وبما هو متاح من إمكانيات. طيب سيد أحمد، أنت تتحدث اليوم عن هذه الفترة بالتحديد، لكن سكنت هذه المنطقة يقولون بأنها لم تحدث شبكة التوزيع في هذه المنطقة، إضافة إلى انعدام الصيانة تقريبا. أستي بالنسبة للصيانة هنالك استنفار على مدار 24 ساعة، هنالك توجيهات من معالي وزير الكهرباء للفروع للقطاعات للإدارات العامة بالتواجد 24 ساعة وبنظام المناوبة ومرابطات حتى داخل المناطق، ترى مراعاة لأي طارئ ممكن يمر بالشبكة. فيما عدا ذلك نعم أنا أقول بعض شبكات التوزيع ببعض المناطق تحتاج إلى تأهيل كامل، غياب الموازنات عن وزارة مثل وزارة الكهرباء بالتأكيد عطل خطتنا، أربك حسابات الوزارة، وبالتالي نحاول أن نشعر الجميع من خلال قناة العراقية أنه مفصل حاكم حيوي كالكهرباء يحتاج السيولة المالية لقاء أن يمضي بتأهيل شبكات التوزيع، بمواكبة الطلب، بزيادة الطاقات الانتاجية، بإدخال خطوط نقل تحقق إتاحة للشبكة. جهودنا ماضية بكل المناطق تباعا، لكن زيادة الطلب وتفصيل غير نظامي واستهلاك عالي بالتأكيد يحتاج سيولة مالية حتى أواكب الطلب بإنشاء شبكات. حضرتك اليوم تحدثت أيضا عن بعيدا عن هذا الموضوع عن مستحقات الغاز الإيراني. نعم. أنها لم تدفع، يعني أين وصلت المشكلة؟ لم تدفع أستاذ حمزة، لم تدفع بالكامل؟ بالنسبة إلى ديون ومستحقات الجانب الإيراني مدفوعة بالكامل، لا يطلبنا الجانب الإيراني ولا دولار أين واحد. تكمن المشكلة إذا؟ المشكلة تكمن بأنه بما أنه الموازنة لم تقار ولم تمرر لصالح وزارة الكهرباء والدولة عموما. نعم. وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء عرج على ذلك من غير أن تعمل الحكومات من دون موازنة عامة للدولة، واحدة من هذه الوزارات المتضررة التي ربما ستقع بمشكلة إذا لم توفر لها التخصيصات مسألة الغاز ومستحقات الغاز المورد. أنا ما زلت محتاج للغاز المورد بظل عدم اكتمال خطة وقودية وطنية تعمل على تأهيل حقول الغاز، ما زالت الحاجة حاكمة لغاز مورد. الغاز المورد يعني دفع أموال للجانب الإيراني، بحال عدم توفر الأموال ربما أرجع إلى نفس المشكلة وهي انحسار إطلاقات الغاز. نعم. وأنا مقبل على فترة ذروة وبيك لود شتوي كما هو صيفي، ستندى ذروة الأحمال تزداد عندنا صيفا وشتاء، نحن مو بس بالصيف عندنا بيك لود. سيد أحمد أحدثك بنقطة الأموال تحديدا، يعني نعم. قلت بأن تأهيل شبكة التوزيع تحتاج إلى أموال أيضا، بكم تقدر هذه الأموال؟ والله ستي خطتنا كانت يعني مسعرة وكانت ذات جدوى اقتصادية، هسه ما تحضرنا الأرقام بالتحديد، لكن اللي طلبناه موثق بالمشاريع وقبالتها الأرقام المطلوبة لصالح تأهيل قطاع الكهرباء ورفعت إلى مجلس الوزراء بعد مناقشة مالية مع عناية السيد رئيس الوزراء وحتى مجلس الوزراء، نوقشت لأكثر من مرة وافترضنا بها مديات الأهم في المهم، وكانت مرصودة وكانت حتى موثقة بالأرقام، ما تحضرنا بالضبط الأرقام لكن هي موجودة الآن أدراج مجلس الوزراء، عبارة عن خطة معجلة ووسطية ومؤخرة خلال 5 سنوات كنا لننتهي لو وفرت الأموال من ملف الكهرباء وأن يصار إلى قطاع واعد للطاقة يلبي طموحات المواطنين. طيب يعني الآن درجات الحرارة بدأت تنخفض وهذا 47 ما انخفضت، يعني بدأت الآن في طريقها للانخفاض نقول، هذا يعطي أيضا تحسن تدريجي للواقع الكهرباء طبعا. هل هناك مشكلات أخرى أم تجري وفق ما مخطط لها من قبلكم؟ أستاذ حمزة، في خطة الوزارة أن تضيف طاقات توليدية، في خطة الوزارة أن تنشئ محطات بيز لود وأقصد بذلك محطات حرارية، بخطة الوزارة أن تمضي بمشاريع ربط كهربائي، بخطة الوزارة مشاريع طاقة شمسية، بخطة الوزارة أن تمضي بالدورات المركبة، بخطة الوزارة مشاريع منظومات التبريد، بخطة الوزارة إدخال خطوط نقل، ماكو فايدة أنا أنتج طاقة ما أقدر أصرفها بالخطوط النقل، أحتاج خطوط نقل
ومن ثم بالحلقة الأخيرة أحتاج أصرفها ساعات تجهيز للمواطنين بشبكات توزيع نظامية. أنا أتكلم عن مواد حاكمة وأتكلم عن سقوف زمنية وأتكلم عن قطع غيار، وهذا كله يريد له أموال. نعم اليوم درجات الحرارة ربما تعتدل، لكن تعتدل نوعا ما تستطيع المنظومة من مواكبة يعني حمل الطلب، لكن هذا مو حل. الحل انه تخصص لي اموال امضي بما بدات به من خطه وهي قابله للتنفيذ حتى اشرع بصناعه ملف الكهرباء. نعم سيد احمد، يعني صرحتم فيما سبق بان مخصصات وزاره الكهرباء في قانون الامن الغذائي هي غير كافيه، لكن لم تكفي لصيانه مثلا لهذه الاشهر حتى اقرار الموازنه وتشكيل الحكومه. ستي ما خصص من قانون الامن الغذائي الطارئ والباحه كان لجنه الكهرباء النيابيه كلها متواجده بمقر الوزاره وناقشت مع الوزير والكادر المتقدم. هو كان مخصص فقط لما هو عبارة عن مستحقات الغاز، 2.5 مليار مستحقات غاز مورد سابقا عن عام 20. هو ما خصص 4 مليار، 2.5 كانت مستحقات غاز مورد لعام 20 دفعت كاملة للجانب الإيراني، بقى 1.5. ستي العزيزة اليوم أنا أقول من شهر 1 للآن إحنا نستورد غاز إيراني، هذه مدفوعات الغاز الإيراني من هذه الأموال ولا موازنة؟ ماكو من هذه الأموال. نعم. افترضنا بجزئيات ما خصص من اموال طارئه لصالح الكهرباء كانت 500 مليار دينار عراقي، استغليناها لصالح صيانات الوحدات التوليديه وللخطوط الناقله ولجزئيات قطاع التوزيع وقسمت على جميع تشكيلاتنا. نعم. الان احنا طالبنا من مجلس الوزراء ان تكون هنالك مبالغ طارئه تعويضيه لصالح الكهرباء حتى نشرع، وينبغي من الان ان نستعد للخطه الشتويه. ستي جناب اشتعلمين واستاذ غسان والمواطن، حمل الذروة والبيك لود نمر به ايضا الشتاء. نعم. نحتاج من الان ان نستعد. ماكو فايدة تعطيني اموال بعد اللي غاد ادخل بمعمعة الشتاء وذروة الاحمال وتقول لي لوين شغلكم وانا اعمل من دون اموال.